هشوف دي المرأة. غيرة الرجال أقوى، المرأة التي تبتلى بغيرة رجل ده يساوي الذبح، لأن غيرة الرجال لا تغسل إلا بالدم، إنما غيرة المرأة تروح بكلمة الحلم. امرأة غيرانة وبتعشى بيه تديها كلام جميل، أنت يا أقرب الناس إلى قلبي وأنا من يوم ما شفتك الحمد لله سعيد كويس، وأروح الشغل أقول أنت ارجع أنت ارجع البيت آه لا مش عايزين حد يتنهد وتقدر تقول كلمتين وتكون صادقة وتكون صادقا فيها. يعني شوف من حكمة الله عز وجل أن وسع قلب الرجل وضيق قلب المرأة. فالمرأة لو قالت لرجلين بحبك تبقى كذابة تكذب على الاثنين. ضيق قلبها فلا تسع إلا رجلا واحدا. ووسع قلب الرجل حتى أنه يشمل أربع حرائب وعشرومية أمر. معرفش 200 دي تعدوها ازاي بس انا اقصد حاجه كبيره يعني ها. والرجل يقول للمراه يقول انا بحب وصادق، والثانية بحب وصادق، والثالثه بحب، والرابعه بحب، ويقول لي انا بحبك وصادق برضه. فلا يستنكر ان يقول لاكثر من امراه انه يحبها يكون صادقا، ويستنكر على المراه ان تقول لغير واحد انا احبك.